ازيك عامل ايه؟ اهلا بيك في قناتك هيلب مي تو وين. هنتكلم اليوم عن التسويق لاحد المنتجات على موقع البنترست. وفي البداية هنقول لكم عن اهم المنصات اللي احنا هنستخدمها في الفيديو ده والفيديوهات القادمة، وان شاء الله كل يوم كل اسبوع هيكون فيديو من هذه النوعية عن موضوع التسويق، مع فيديو ليه ازاي تكسب او استراتيجيات تانية هتكسب من خلالها. فلازم تتابعوا القناة لان هينزل فيديو من ده. المنصات اللي هنشتغل عليها في الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية قادمة بإذن الله، ومنصة اس دي جي ستور 24، واحد المنصات المهمة جدا، ومنصة تانية ومنصة الكيك بوستر واللي هنستخدمها في الفيديو ده، وبعد كده الكليك بانك من اهم المنصات الموجودة، وجيفازو. واللينكات المنصات دي لازم تسجلوا فيها، واللينكات هسيبها لكم في صندوق الوصف. هنوضح في الفيديو ده عن التسويق من خلال موقع البنترست، وهنعمل بنا للمنتج. ومش كده وبس، لان لازم نحط البنا دي على صفحات جوجل الاولى. في عندنا مجموعة من الأدوات المجانية هنستخدمها في وضع البنة دي على حوالي 20,000 موقع ممكن تحط عليه البنة بتاعتك، وده بيكون مجاني. وفي استراتيجية بتكون مدفوعة $10، هنوضحها فيما بعد في الفيديو أو في قبل نهاية الفيديو بحاجة بسيطة عشان تتابعوا الفيديو للنهاية. هنوضح الأداة دي، والأداة دي ال10 دولار هجيبه منين وأنا معيش؟ طبعا نتكلم إن الأدوات كلها مجانية، ومن ضمن الأدوات المجانية هي أداة مدفوعة. لو جينا للفيديو اللي احنا وضحناه قبل كده، وهو التطبيق كليب كلابس، إنك هتكسب $10 في يوم واحد من تطبيق كليب كلابس، وده استراتيجية مهمة جدا. من خلال ال10 دولار دول هستخدمهم في موضوع التسويق للمنتجات. الفيديو ده مهم جدا لازم تتابعوه، وهسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع الفيديو ده بحيث تحققوا $10 وتشوفوا الاستراتيجية المهمة جدا اللي هتساعدنا في التسويق للمنتج الخاص بيك على 25,000 موقع أجنبي. وطبعا هتتابعونا بعد الفاصل أكيد، ونتمنى التوفيق للجميع. اهلا بكم من جديد في قناتكم قناه اتش مي هيلب مي تو وين. هنتكلم اليوم عن البروموشن، ازاي اعمل تسويق لمنتج موجود على الكليك بوستر بادوات بتكون مجانيه ومش هدفع ولا سنت، وازاي نحقق اول مبيع من خلال هذا الموقع، موقع البنترست اللي احنا هنشتغل من خلاله في هذه الحلقه، وهنستخدم ادوات مجانيه لعمليه البروموشن لللينك او المنتج الخاص بيك. طيب بالنسبه هنا معانا لموقع الكليك بوستر، المنتج بتاعنا اسمه كوايت اون 3. المنتج ده عايزين نعمله بروموشن، انا معانا اللينك. لو ضغطنا على اللينك وفتحنا الصفحه هتلاقي ان ده صفحه المنتج اللي انت هتسوق من خلالها. اول حاجه من خلال البنترست انا محتاج اعمل بن بيكون شكله ممتاز. بنيجي نفتح موقع البنترست على حسابنا الخاص، نقول له كريت بن، اعمل لي بن جديده، وهتبقى موجوده في الهيلث. طبعا السماعات تنطبق تحت نطاق الهيلث، وهنحط تايتل ويكون مناسب. طيب وبالنسبه للدراج اند بلوك، بالنسبه هنا للمنتج طبعا بقوم فاتح فولدر، والفولدر ده بيبقى فيه المنتج. انا طبعا الفيديو احنا حملناه، ولكن عايزين نحصل على مجموعه بعض الفوتو الخاصه بالمنتج. ممكن الشكل ده بيكون ممتاز، ممكن ده، ممكن ده، واعتقد ان ده هيكون افضلهم. كليك يمين وهقول له سيف بيكتشر او سيف ايمج، هو سيف ايمج از، وهنحطها هنا على الديسك توب بتاعنا. انا معانا هنا بصفحه المنتج، ونقول له سيف. هنيجي هنا تاني للبنترست ونقول له تعالى هنا ونحط الايمج اللي احنا حفظناها، هتبقى بالشكل ده. يبقى ده كده بن موجود على البنترست. طب انا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل نحط التايتل ونحط العنوان. طيب هنحط العنوان ازاي؟ وده من النقاط الهامة. اول جزئية
عندنا انا عايز احط عنوان للمنتج. المنتج هنا اسمه يعني، انا لو قلنا سليب بيتا، لو انا قلت مثلا المنتج ان هو كوايت اون 3 سمولست كذا كذا كذا، الناس هيقول لك يعني ايه كوايت اون 3 ده، يعني مش حاجه. ممكن نحط سليب ان سايلنس ويز فيجن نويز كانسلنج مع الغاء الضوضاء تكنولوجي. اعتقد ده بيكون عنوان بيبقى مناسب جدا لهذا المجال، ونحطه هنا التايتل كعنوان بيكون مناسب. هقول له sleep in silence with evolution noise cancelling technology. تمام، ده كعنوان بيكون مناسب للجزء ده. طيب لو انا عايز تحط tell everyone what your spin is about، ايه بتتكلم عن ايه البنية دي، بتتكلم عن ايه؟ لو احنا طبعا عايزين نشوق الناس، مش هنحط المنتج على طول، هنقول البنية دي بتتكلم عن ايه بالظبط. هقول نفس المكان بتاع العنوان ماسكينج اور اكسترا ساوند، هنكمل بس الجملة بتاعتنا الاحترافية وهنحطها هنا بالنسبة للأشخاص انت هتقول لهم ايه عن المنتج ده. تمام، وبعد كده هنحط طبعا بقى تحت كده هنحط الهاشتاجات ونقول له الهاشتاج الأولاني، وممكن نقول sleep all sleep in silence، ممكن نقول sleep نام in silence with revolution noise او with revolution الومانع الضوضاء. لو دخلنا على موقع بنسميه قول هاشتاج، ممكن نجيبه معانا، هقول قول هاشتاجنج اهو، قول هاشتاج بحث على جوجل، وانا هسيب لكم الموقع في صندوق الوصف. لو ضغطنا على الموقع اللي هو قول هاشتاج عشان نحط الهاشتاج بتاعنا، وجينا هنا هنسيب الموقع يحمل وحطينا الكلمة بتاعتنا وهي sleep in silence، ونبحث عنها كده النوم في هدوء. هنا بروسيسنج ريكويست، وهنا بيعمل جنريت الكلمة دي وهي sleep in silence، هو النوم في هدوء. ده من افضل المواقع اللي بيديك الهاشتاجات ان وجدت. ده هنا قالك سليب سليبنج سليبنج الحاجات دي كلها، خد بس منهم سليب كات سليب دوج والحاجات دي، لا 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 مش عايزين الحاجات دي. ناخد افضل كلمة فيهم وهو طبعا مور راندم سليبنج كذا، ممكن ناخد سليب سليبي سليبنج، انا هاخد 3 منهم. وهنيجي للبنترست ده هنعمل كده ونقول له حط دول، وهنضيف من عندنا هاشتاج كمان وهي عملية نويز كانسلينج تكنولوجي، وده نحطها كهاشتاج لوحدها لو حد بحث على جوجل عليها، ونحط هاشتاج كمان وبنسميه sleep in silence النوم في هدوء، وده هتبقى كلمة تانية. حطينا الهاشتاجات، وتعالى هنا الاد الت تيست، ان ده علشان البحث على جوجل، ده بيساعدك علشان البحث على جوجل انه يلاقوا البنة بتاعتك. فهنحط من هنا الجمل دي تاني اللي هو الاد الت تيست، يبقى ده نفس الكلمات بس بدون هاشتاجات، بمعنى نفس الكلمات هتتحط هنا، هنشيل الهاشتاج نقوله sleeping ونقوله noise cancelling technology، وكفاية الكلمتين دول كانت تكنولوجي، ونقوله السليبنج وسيب مسافة بينهم، وممكن نقول sleep in silence. تمام، هنقول هنا كوبي وهنقول له best not a valid URL. ليه يا عم؟ ده بالنسبة ده عنوان ده URL عفوا، الالت تكست اهي هتتحط هنا وهتتحط في الالت تكست. خلاص، يبقى في الالت تكست انا حطيت الجزء ده. هنا في الخانه اللي بعدها اللي هي الاد ديستنيشن لينك اللي هو اللينك بتاعك. طب اللينك اللي انت هنسوق له اللي هو بيدولك هنا في الاول وقال لك ان يو ار اوريدي بوستنج ذيس كامباجن، انا اشتغلت عليها قبل كده، هعمل كوبي وهنتجه على موقع البيتلي. هفتح معاك البيتلي، هنقول له كرييت
على موقع باتلي، ونحط اللينك بتاعنا هنا. وبعد كده وتلقائي بيعمل كريات ونقول له كوبي، تمام. موقع الاول هاشتاج خلاص، وعملت كوبي للينك بتاعنا اللي موجود على بيتلي. وبنيجي هنا على اللينك هنحط حاطينه، يبقى انا حطيت اللينك بتاعنا. يبقى بالنسبة هنا للجزء ده خلاص، هل عايز تعمل اديت تعديل للبنة، عايز تعمل ديليت للايمج. لو انت عايز تعدل من قيمة البن هنا، قال لك بالنسبة للايريت عايز تظبط حاجة الادجاست، عايز تغير الايمج بتاعتك، تمام، عايز تخليها بالشكل ده او تخليها كده او تخليها كده. انا شايف ان الافضل في البنة انها تبقى بالشكل ده. ده بالنسبة للبنة، وفي كده وفي كده، اعتقد دي بتكون افضلهم. هنا بالنسبة ليه، لو انت عايز تكتب، هو هنا بيقول لك اد تكست. لو انا عايزين نحط تكست بيبقى موجود في البنة، ولو ضغطنا على اللينك الحاملة بتاعتنا ونقول له sleep in silence with cancelling، نفس العنوان بتاعنا تكنولوجي. وجينا هنا في الكتابة وشيرنا، هنحط ده طبعا بالنسبة للستايل، ده ستايل الكتابة، نحط هنا تكست، نحط هنا تكست، هذا التكست هنا، ونقول له هنشوف هل هينفع سيف ايمج. لا انا عايزين نحط تكست، طبعا انت سمحت بتكست تاني اجين، التكست هنا ونقول له اسليب، هقول له اسليب. هنبدأ نفس الكلام، هنقول له sleep in silence with evolution technology. هناخد الكلمة دي noise، أو sleep in silence with evolution noise cancelling technology. الجملة دي هناخدها كوبي، وهنيجي هنا على البنترست، نو يونا بيست، علشان ننقلها. هنقول هنا sleep in silence SILENCE، هنقول له sleep in silence، نام في هدوء. هل نكتفي بذلك؟ ممكن نضيف كلمة تكنولوجي، نيو تكنولوجي، او ممكن نقول له نيو، او كفاية. اعتقد الجملة دي جميلة مش وحشة. طيب انا عايزين ناخد دي خلاص، هو sleep in silence، ونقول له خلاص، هنقول له reset. لا البوزيشن هنخليها فوق، هقول له sleep in silence ده بوزيشن، بحيث ان احنا هنعدل فيها. اعتقد هنا بتكون جميلة. طيب التلات كلمات دول هنلغيهم، 3 نقط دول هيتلغوا. وبالنسبة للبوزيشن نخليها كده، اعتقد هتكون افضل حبتين، ونقول له update change. يبقى احنا عملنا هنا الصورة الاحترافية بتاعتنا، وهو عملية الـ sleep in silence، نام في هدوء. كتبنا العنوان هو sleep in silence with evolutions noise cancelling technology. اعتقد هنا التكنولوجي هنا محتاجة تي، صح على ما اظن، ما فينا تي محتاجة تي. بالنسبة طبعا حطينا خلاص اللينك، وحطينا طبعا اللينك بتاع البيتلي، يبقى احنا كده خلاص. يبقى احنا بعد كده نقول عملية السيف بابلش، طبعا من مكان البورده بتاعتنا الهيلث اند فيتنس. لو انت محتاج تعمل بورده جديده متخصصه عندك في المجال، هنضغط هنا على السهم وتقوم عامل عمليه كريت للبورد، تمام. وبعد كده هنقول له الببلش.
يبقى احنا كده عملنا بن موجودة وقالك ان هو safe to health and fitness، خلاص مش قد مشكلة، هقوله send وهي كده اتبعتت. اي حد هيخش على الصفحة بتاعتك عايز تبعت على الفيسبوك او التويتر، ده هنقوله فيما بعد. عايز تبعت للناس دول او دي الصفحات، لو انت عايز تبعت او النيم او الايميل اللي هم عاملين لك فولور، اي حد عامل لك فولور هتبعت له، هلو مفيش مشكلة، سند سند مفيش مشكلة. تمام، نخلينا طبعا مع البنة بتاعتنا. يبقى احنا كده عملنا البن الخاص بينا كالمنتج، والمنتج ذهب الى الصفحة بتاعتنا. طبعا اللي هو البن هنا فين، هنقوم عاملين ريفرش للصفحة علشان نشوف البن وصلت لفين. طبعا بن جديدة لازم تبقى موجودة في الصفحة الأساسية اهو. عملنا هنا طبعا اللي هيجي يبص على الصفحة. تمام، هنا طبعا sleep in silence، وطبعا لو حد عايز سيفه عنده، والموقع هو لو جه هنا وضغط على الموقع اللي هو البيتلي هيتجه مباشرة إلى صفحة الخاصة بالمنتج، صفحة المنتج اللي احنا فتحناها في بداية شغلنا. يبقى احنا كده عملنا بنا على البنترست. بس كده لا، لازم البنة دي من خلال حاجتين مهمين جدا واحنا بنتكلم عنهم، الالت تكست، وده علشان محركات البحث نحط بعض الكلمات، ده نقطة مهمة جدا. اهم حاجة في الديسكريبشن لازم نحط الهاشتاجات. هنتجه بعد كده احنا عايزين ناخد اللينك ده. انا لو جينا ضغطنا على البن تاني، وده البن وده العنوان وده الجمل البسيطة، تمام، وعايزين ناخد عنوان البن دي. لما ناخد عنوان البن دي هنقوم من فوق وعاملينها كوبي كات، وهنيجي هنا وهنفتح شوية مواقع عشان نحط البن دي ونعمل لها عملية دعاية. خلاص قال كده بنترست، اتأكد الأول من اللينك اللي معاك، اللينك شغال على البنة، هو شغال على البنة. هنتجه للبيتلي او بلاش بيتلي، هنتجه مباشرة الى المواقع اللي هقولكوا عليها، علشان المواقع دي هتحطلكوا البنة بتاعتكوا في اول صفحات جوجل. اول اداة معانا مجانية وهي اداة الاندكس، هي اداة الاندكس كينج اندكس، هنعمل بحث كده ونقوم كاتبين كينج كينجز، وده اول اداة مجانية معانا. وانا هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. اول اداة مجانية ان انا بحطك حط الـ URL بتاع البنة بتاعتك ومالكش دعوة. هنيجي هنا نحط الـ URL بتاعت البنة بتاعتنا بتاعت البنترست، وهنقول له ابد اندكس. تمام، والاداة دي هتحطها لي، قالك انك سكسس بالنجاح، اتحطت على مجموعة من المواقع اللي انت شايفينها قدامكم دي، وده عشان نحصل منها على ترافيك. هو كده شغال وابتدي ياخد البنة بتاعتك، هيحطها على كذا موقع زي ما انتم شايفين. هنا طبعا كله سكسس ويس، خلاص يبقى كده الأداة دي بتعمل بدلا منك ان هي هتقوم بتوزيع البنة بتاعتك على هذه المواقع. انا كان هنا 30 سبميشن كومبليتد، كده 30 سبميشن كومبليتد، يبقى كده خلاص هنا 35 شغاله معانا، هنسيبها تشتغل وهنتجه علشان وقت الفيديو للاداه التانية المجانيه معانا، وهي اداه البينج فارم. هنكتب على جوجل البينج فارم، وانا هسيب لكم انا اللينكات في صندوق الوصف. اضغط على البينج فارم ده، وده بيشتغل بنفس الشكل، ده طبعا أداة تانية مجانية. هنا الأداة نشط البن بتاعتنا على المواقع دي كلها، يبقى أنا من هنا نحصل منها على الترافيك المطلوب. نفس الكلام هناخد البن بتاعتنا ونقول له الماس بينج، بس هنا طلب منك حاجتين ديتيلز، عايز النيم للمنتج وعايز الموقع. طبعا يو ار اللي احنا ضفناه في الفوق في البنترست، والنيم هنقول له اللي احنا عاملينه وهو sleep in silence with كذا،
اعتقد لا لا لا، ناخد دي كده كنيم او ناخد دي كاسم في هذه الاداة ونقول له بيست، ودي كلها مواقع، نحط دي كله وقول له الماس بنك، انشرها لي في المواقع دي كلها، ويبتدي ان هو ينشرها لك في الموقع ده كله. اي ويل بوست يور بلوج بوست ان كذا كذا ويب سايت بلوج. خلاص هنا بيقول لك ان اي ويل بوست يور بلوج بوست ان اي 21 بين ويب سايت بلوج في مقابل 10 دولار. لا انا بس هو هينشرها لك على المواقع اللي هو حددها لك بس، وده هيكون مجاني. لو انت عايز مواقع زيادة هتدفع مبلغ 10 دولار، واللي حب ان هو ياخد مبلغ ال10 دولار في نهاية الفيديو هقسم لكم تطبيق تحمله في خلال 30 يوم او في خلال 20 يوم هتحقق ال10 دولار. وفي استراتيجية بسيطة شرحناها قبل كده عن التطبيق ده، تمام، وازاي تكسب خلال يوم او يومين ال10 دولار عشان تستخدمهم في عملية الدعاية للبن بتاعتك علشان تحصل على مبيعات. في النهاية هقول لكم اسم التطبيق، هسيبه لكم في صندوق الوصف، هتحملوه فقط، وهو تطبيق كليب كلابس. هتتحمل التطبيق بدون ادخال اي اكواد، وهتلاقوا معاكم 1 دولار، وخلال نص ساعة ممكن يوصلوا ل2 دولار من خلال فتح الصناديق. وهسيب لكم البروجرام في صندوق الوصف، وهسيب لكم الاستراتيجية ازاي تكسب خلال يوم واحد 10 دولار هيكونوا موجودين معاك. نيجي للموقع الاولاني، هو شغال كده عامل 119 submission completed، ان هو بقاعد بيوزعك وزع على 119، تمام، موقع عشان تحصل منه على ترافيك، وده من افضل الادوات. الاداة الثالثة اللي هنتكلم معانا وهي المجانية كمان، وهي الاداة بنسميها البنج. عايز اعمل بنج ماتك، بينج ماتك يا بينج اوماتيك، وده من احد المواقع. هناخد البلوج نيم، اسم البلوج وايه والحاجات دي كلها. طيب بالنسبة لي كده، ده النيم بتاعنا، ناخد ده كده ونقول له النيم موجود احنا ناسخينه. هنيجي هنا بنقول له بالنسبة لي البلوج هوم البيج، الهوم بيج بتاعت البلوج بتاعتنا، طبعا احنا ضيعنا البنترست، هنخش تاني على البنترست من جديد عشان نجيب له اللينك. احنا اللينك، احنا اللينك كان مباشر معانا، وهنفتح اللينك بتاعنا. افتح يا لينك عشان وقت الفيديو. ادي البنات اهي، احنا شغالين. وهنا هنا بيقول لك ان الاوت باوند كليك في واحد، حصلنا على كليكايه واحنا شغالين بنشرح معاكم، حصلنا على كليكايه. هناخد هنا نقول له كوبي، وهنيجي للاداه بتاعتنا وهي البينج اودا، ونحط الهوم بيج. خلاص، وحط كمان يو ال ده كمان هنا، وتعالى اقول له البلوجات دي علم على كله، وقول له حطها لي من هناك سند البينج بتاعتنا. بيقول لك سلو داون كاوبوي، يور لاست بينج ووز ليز ايرلي من فيو مينيت، بليز اونلي بينج اس وين يو ابديت يور بلوج اوف سايت، اف يو دنت سينك يور بينج اس كذا كذا كذا. تمام، الراجل ده قال لنا ايه؟ بأقل من بضع دقائق الراجل اتصل بنا فقط عن تحديث مدونتك موقع ويب، كنت اعتقد انك ازعجت. انا لو قلنا باك تاني للموقع ده وهنشيل ده، وتعالوا يعني هنشيل العلامة هنا ونقول له سند بنك. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت ان ذا جود نيوز، هو كده بعتها، ذا جود نيوز از وي ار اوريدي سند اوت بنج فور يو، يعني احنا بعتنا البنج بتاعتك خلاص مفيش ادنى مشكله، تمام. هي كده اتبعتت على الكومن سيرفيس على سيرفرات تانية، انا علمت على السيرفرات التانية اللي قبل كده بعتت عليها وشلتها وبعتها على السيرفرات التانية اللي هي اللي بتكون مجانية.
هسيب لكم طبعا عشان الموقع اللي هو بينج فارم في خطة محتاجة 10 دولار من خلال تطبيق كليب كلابس، هسيب لكم في صندوق الوصف. تمام، فقط حمل التطبيق وهتلاقي معاك 1 دولار، ولا هتدخل اكواد ولا هتدخل حاجة، وده هدية معانا، وخلال 25 يوم هتحققها. وبكده نكون احنا عملنا بنترست وعملنا عملية وحصلنا على كليكاية. نتمنى يعني تكون مبيعة اللي هتخليكم تخلي البنا بتاعتكم يعني تحصلوا بنا على مبيعات، وبالتالي نتمنى ان انتوا تاخدوا لينك الفيديو الخاص بنا الخاص بهذا الفيديو وتحطوه عندكم على صفحات الفيسبوك. تمام، حتى تعم الفائدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.